بعد عام وثمانية أشهر من غلقها بسبب الجائحة، ها هي المسابح العمومية تستعد لفتحها من جديد بعد قرار السلطات المعنية باستئناف نشاطها بشكل عادي. الحمد لله بعد غلق المسبح لأكثر من عام وثمان أشهر نشهد اليوم استئناف النشاط على مستوى المنشأة بفرح وسرور، وهذا راجع إلى الغلق الذي دام مدة طويلة، وحرصا منا كإدارة قمنا بوضع جميع الاستعدادات واللوازم من أجل استقبال المواطن في أحسن ظروف وتطبيق البروتوكول الصحي. قرار رافقته تحذيرات مكثفة من أجل توفير الظروف الملائمة لاستقبال المنخرطين وفق إجراءات وقائية مشددة. نستقبل المنخرطين في ظروف حسنة إن شاء الله، وإن شاء الله يلقوا الأريحية في كل الأمور اللي يحتاجوها الناس. احنا رانا فرحانين بهذه الانطلاقة، وإن شاء الله احنا نسعى كعمال لتطبيق البروتوكول الصحي. الأمور كما تشوف أمور منظمة، كل حاجة في الاحترام القواعد، وهذا مكسب في حق الأمر. لابد أن الحمد لله رب العالمين أننا قدرنا نولو وقدرنا نمارس السباحة من جديد. عودة النشاط إلى المسابح قرار انتظره هواة هذه الرياضة لمدة طويلة، ليبقى الرهان هو تطبيق الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة الجميع.